السابقة على المجلس البلدي أيها الفاعلون الجمعويون والاجتماعيين بمدينة تيزنيت وكذا الذين لديهم سيطرة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني. فيما يخص ورشة الصحة والعمل الاجتماعية فهي ورشة تمت مقاربة المواضيع المتداخلة والمتنوعة في ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول متعلق بتشخيص محاولة تشخيص الوضعية الراهنة للعمل الاجتماعي بمدينة تيزنيت. المحور الثاني وهو البحث آليات ومخرجات كيفية الخروج من التداخل وعدم التفاعل بين التداخل بين المكونات الحكومية والقطاعات الإدارية في مأسسة العمل الاجتماعي، لأن الآن نحن نبحث عن مأسسة العمل الاجتماعي. المحور الثالث وهو تقديم تجارب بعض الجمعيات المشتغلة في النموذجية المشتغلة في المجال الاجتماعي بمدينة تيزنيت. بالنسبة للتوصيات حاولنا الرفع من عدد التوصيات مقارنة بعدد التوصيات المدرجة السنة الماضية في دورته التاسعة. لدينا ما يقارب 15 توصية. بالنسبة للتوصية الأولى وهي توجه نحو مبدأ التخصص في مجال عمل الجمعيات. ماذا نعني بهذه التوصية؟ يعني أن لدينا جمعيات تقول بأنها جمعية اجتماعية وتجدها مشتغلة في جميع أقطاب البعد الاجتماعي. يعني نحن نتجه نحو تخصيص جمعيات العمل الاجتماعي لتكون في نفس مسار التوجهات الحكومية. بالنسبة للتوصية الثانية تخصيص وسيلة نقل مرضى القصور الكلوي بإقليم تيزنيت. التوصية الثالثة دعم مركز تصفية الدم بالآليات اللوجستيكية والموارد البشرية المؤهلة. التوصية الرابعة تقريب الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الإجراءات الإدارية لها. التوصية الخامسة تخصيص الولوجيات بالمرافق العمومية والإدارات بمختلف مكوناتها بالمدينة. التوصية السادسة إحداث مركز لإيواء الأشخاص في وضعية صعبة. التوصية السابعة هذه النقطة لأطلق نوع من النقاش في الورشة وهي تحسين ظروف استقبال المهاجرين الأفارقة خاصة الوافدين على مدينة تيزنيت. الورشة الثامنة تسريع إحداث مأوى للمسنين في المدينة. الورشة التاسعة إعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع المنح المقدم من طرف مجلس جامعة تيزنيت لفائدة الجمعيات المشتغلة في العمل الاجتماعي. تنظيم تكوينات لرفع القدرات الجمعيات في مجال التدبير الإداري والمالي. التوصية الحادية عشر دعوة إلى تشبيك الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي على شكل تنسيقية وفي ظلال وجميع أشكال التنظيمات الجمعوية. التوصية الثانية عشر الإسراع في تنفيذ بعض التوصيات المتدار السنوي التاسع للجمعيات. التوصية الثالثة عشر رفع ملتمس للقطاع الوصي لتحسين وضعية العاملين بالقطاع لتحسين مستوى النظافة بالمدينة مع تفعيل مبادئ الميثاق الوطني للبيئة. التوصية الأخيرة الدعوة إلى عقد اجتماع مع جميع المتداخلين من أجل إحداث مغسلة إسلامية مجهزة ودعم المبادرات الهادفة إلى إكرام الميت. وشكرا لكم.